أصلي فرض الصبح ركعتين أداء لله تعالى. Sahaja aku sembahyang fardu subuh dua rakaat tunai kerana Allah Ta'ala. Allahu Akbar. Allahu Akbar kabiran walhamdulillahi kathira. Wasubhanallahi bukratan wa asila. وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا مسلما وما أنا من المشركين إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا من المسلمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون الله أكبر سبحان ربي العظيم وبحمده سبحان ربي العظيم وبحمده سبحان ربي العظيم وبحمده سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد الله أكبر سبحان ربي الأعلى وبحمده سبحان ربي الأعلى وبحمده سبحان ربي الأعلى وبحمده الله أكبر رب اغفر لي وارحمني واجبرني وارفعني وارزقني واهدني وعافني واعف عني الله أكبر سبحان ربي الأعلى وبحمده سبحان ربي الأعلى وبحمده سبحان ربي الأعلى وبحمده الله أكبر سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد اللهم اهدني فيمن هديت وعافني فيمن عافيت وتولني فيمن توليت وبارك لي فيما أعطيت وقني شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك وإنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربي وصحبه وسلم الله أكبر
سبحان ربي الأعلى وبحمده سبحان ربي الأعلى وبحمده سبحان ربي الأعلى وبحمده الله أكبر رب اغفر لي وارحمني واجبرني وارفعني وارزقني واهدني وعافني واعف عني الله أكبر سبحان ربي الأعلى وبحمده سبحان ربي الأعلى وبحمده سبحان ربي الأعلى وبحمده الله أكبر التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله